شوفوا هنا رانا في السوق جهه الخضر الفواكه، عين وساري تابع لسوق الجهوي نتاع حطاطبه. وحنا باش تعرفوا احنا طبقا لتعليمات السيد وزير التجاره وترقيه الصادرات ومع والوالي تاع ولايه الجلفه اللي طلبوا منا فتحنا هذا السوق باش تكون فيه تجاره تجزئه اللي راهي مستفاده بها بزاف الساكنه نتاع عين وساري. الحمد لله تشوفوا القد الضاله نتاعها، خاصة الأسعار اللي رانا نبراتيكو فيها هنا أسعار تقريب أسعار تاع جملة، وين البطاطا اللي في أماكن أخرى تتباع ب 12000 13000 هنا راهي دير بين 4000 و 6000 فرانك تقريب. حق كل 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 المواد راهي موش غير متناول الجميع، راهي أسعار نتاع الكرو، ورانا نبيعوا فيها لهنايا متوفرة بكل الأصناف وباسعار نتاع سوق تاع حطاطبه. كيما نجيبوها من سوق تاع حطاطبه بالسوق اسعار الجمله رانا نبيعوها فيها لهنايا، هذا باش يستفاد مواطن نتاع عين وساري اللي كيما لاحظتوا تعرفوا كامل عانى كثير من غلاء نتاع الخضر والفواكه. وهذه باش نروحوا شويه انكور بعيد، طلبنا من كل تاجر ينوي يخدم معنا بالطريقه هذه نتعاملوا بها احنا، يجي نفتحوا له بيبان نعطيه له مكان يبيع فيه. وضربا نحاربوها بطريقه وبطريقه وطريقه اخرى، المهم انه تكون استمرار وكون الصديق يكون لازم يكون توافد من عند تجار واحد اخرين يجيو يعطوني كتفونا باش ان شاء الله هذا الصرح هذا ينجح ومن بعد نروحوا نجوزوا المرحلة اخرى. من الوقت هذا اللي حبي واش حابين الان؟ حابين الان نوصلوا الخضر والفواكه باسعار جد وتنافسيه المنطقه نتاع عين وساري، وهكذا نكونوا ربينا كما قال لي زوريونطاسيون نتاع معالي الوزير نتاع التجاره والوالي، وهذا يدخل في برنامج نتاع رئيس الجمهوريه.